عرض كوميدي اعتمد على الأغنية يعني الأوبيرات وأنسنة الحيوان. الإنسان كان غائبا على الركح ولكنه كان حاضرا من خلال الحديث عنه. كان نموذج جديد باش نخش المسرح الجزائري، يعني ناقص المسرح الجزائري وهو الكوميديا الغنائية. هذا النموذج يعني ناقص، ولذلك شفنا التفاعل مليح مع الجمهور. جمهور غصت به قاعة دار الثقافة، فكان هدية المهرجان في عيد الثورة. سعيدة جميلة بما أنها تتناسب مع ذكرى ثورة نوفمبر، وكذلك مناسبة لهؤلاء اللي جونا من مختلف البلدان لاكتشاف جمال سحر طبيعة ولاية جيجم. هذا وينتظر أن تستقبل دار الثقافة عمر الصديق عدة عروض مسرحية قدمت من مصر والعراق والأردن إلى ركح هذا الصرح الثقافي الذي يشد الجمهور كلما تعلق الأمر بأبي الفنون.